من خان يونس ينضم إلينا الصحفي غازي العلول. غازي، هل لديك أي تحديثات على الأوضاع العسكرية، تمركزات القوات الإسرائيلية أو ما قامت به اليوم حتى من عملية إنزال جوي وجديد، المشهد الإنساني أيضا في هذه الساعة؟ نعم تسبيح، تركز القصف خلال الساعة الأخيرة في المحافظات الوسطى على الرغم من أن إسرائيل دعت المواطنين في خان يونس بالتوجه إلى دير البلح أو حتى إلى رفح. على الرغم من ذلك الاستهدافات لم تتوقف خلال ساعة في منطقة دير البلح. أيضا كان هناك استهدافا لمنزل في مخيم النصيرات وهناك عدد من القتلى والإصابات جراء هذا الاستهداف الذي طال هذا المنزل. وبالتأكيد هذا الأمر الذي يدلل على أن كل المناطق في قطاع غزة ليست آمنة وأن إسرائيل تذهب باستهداف هذه المنازل التي غالبيتها مأهولة بالسكان بالنظر إلى استمرار عمليات النزوح من كل مكان باتجاه أقصى الجنوب. هذا الأمر بالتأكيد يدفع الفلسطينيين هنا للتساؤل، ما هي الوجهة التي من الممكن أن تكون آمنة؟ ولا يجدون إجابة على هذه التساؤلات. أيضا يمكن الحديث عن التمركزات الجديدة للجيش الإسرائيلي في ثلاثة محاور. لازالت المحاولات مستمرة للوصول إلى عمق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، بينما كان هناك انسحابا خلال هذا اليوم للقوات الإسرائيلية إلى منطقة الكتيبة في خان يونس بعد أن وصلت إلى مشارف منطقة البلد أي وسط مدينة خان يونس، وهذا بالتأكيد هو التكتيك المتبع، تنسحب هذه القوات ومن ثم يأتي غطاء ناري عنيف وهو المتوقع أن يكون الليلة في مدينة خان يونس بهدف ما تسميها إسرائيل عملية تطهير لهذه المناطق ووصول القوات الإسرائيلية إلى عمق المدينة. في شمال القطاع أيضا رصدنا تمركزات جديدة باتجاه مدارس الإيواء ومراكز الإيواء، مدرسة فلسطين على سبيل المثال في جباليا شهدت وجودا وإحاطة للآليات العسكرية الإسرائيلية التي اتخذت من الرجال الذين نزحوا باتجاه هذه المدرسة دروعا بشرية بهدف أن تذهب نحو عمق معسكر جباليا أو مخيم جباليا، وذلك خشية التصدي الذي شهدته خلال الأيام الماضية من قبل العناصر ومقاتلين فلسطينيين. أيضا أريد الإشارة إلى أن الأوضاع الإنسانية اليوم باتت كارثية إلى أبعد الحدود بالنظر إلى بدء منخفض جوي جديد هنا في قطاع غزة. الأجواء الباردة هنا تقلق الفلسطينيين الذين غالبيتهم يسكنون الخيام الآن ولا يجدون أي سبل للتدفئة، ولا يبدو أن هناك أفقا حقيقيا من الممكن أن يرتكزوا عليه لإنهاء معاناتهم، وهو الأمر الذي بالتأكيد يدفع نحو كارثة إنسانية حقيقية. اليوم تقول وزارة الصحة إنها رصدت 325 ألف حالة من المصابين بالعدوى وبالإنفلونزا وبالأمراض الموسمية، وهو أمر خطير للغاية، غالبيتهم من الأطفال وذلك نتيجة الازدحام الموجود في مراكز الإيواء، وهذا الرقم غير ثابت أبدا بالنظر إلى استمرار عمليات الحصر واستمرار عمليات معالجة هؤلاء المرضى. من خان يونس جنوب قطاع غزة، صحفي غازي العلول. غازي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.